يصنعها. نعم هذا السلوك الوقح، أقل ما يقال عنه أنه وقح، سلوك إجرامي، أن يسمح الإنسان بحمل الحطب ووضعه على باب كان يقف عليها رسول الله، يقولهم السلام عليكم آل محمد. هذا كان فعل النبي أمام هذا الباب. تجي تقبل أنت، تحمل الحطب، تضع الحطب أمام هذه الباب، تسمح لنفسك أن تشعل النار في ذلك الباب. أكو سيدة جليلة ضعيفة نحيفة، عمرها كله 18 سنة فقط، واقفة خلف الباب دتنادي وأبتاه ورسول الله، أين أنت يا أبا؟ هذا كل ما هز ذرة من المشاعر في داخلكم، أن يقبل 70 رجل يحملون بعضهم المشاعل، بعضهم يحمل السيوف، ها؟ يدخل على الدار ويدفر ذلك الباب الذي اشتعلت فيه النيران. أنا تدري شنو اللي يقهرني؟ اللي يقهرني إنه كثير من شبابنا يتصورون الباب من رجع على الزهراء ما كان بينار، ترى الباب كان مشعول بالنار. ما أدري أنت تتخيل المنظر حضرتك لو لا، أنت أمام باب مصنوع من الحطب أشعلت فيه النار حتى جمر ورجع على جسد فاطمة عليها السلام. المصادر تؤكد أن النار أشعلت فيه، رجع عليها مع بسماره الذي دخل إلى جسدها وكسر ضلعها. أيها المؤمنون، قتلوا ابن قتلوا بنت نبيكم، أسقطوا جنينها، آذوها حتى رحلت عن هذه الدنيا. مرات من تبعد بينك وبين نفسك تقول على منو أنقهر أكثر؟ أنقهر على ظلامة الزهراء واللي حل بيها، لو أنقهر على الضيغم البطل أبو الحسن اللي جلس على التراب ينادي وخليلته وفاطمته، عزيزة بهاي الدنيا راح، لو انقهر على 4 اطفال فقدوا امهم انقهر على منو؟ امير المؤمنين عليه السلام يجلس عند قبره يأخذ تراب القبر يشمه يقول أجبيني فاطمة. ماكو جواب. كلميني أم الحسن. ماكو كلام. اوف اوف انشد من يرد لمناشد جواب ومنه يوضح الغاية والاسباب. ليش يا سبب خانتنا الاصحاب
عافتنا وعلينا قلبة ذياب. وليش وليش على الوديعة دفعة والباب عصروها وضلع طق منها وانصار. اوف 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 عصروها والله عصروها وضلع طق منها وانصاب وانصاب وهوت بنت النبي بالدمع على اعتاب وسقط محسين ذبيئه يحب خدر التراب وانشد ليش اجل دياري حطا. خليك ويا ابا الحسن الليلة نقول له يا امير المؤمنين انت المعزى يا علي يا علي يا علي يا علي اريد قلبك الليلة ينادي يا علي. اي نعم تعال خلي انا وياك نسوي مجلس نياحة الليلة يشفي قلب امير المؤمنين عليه السلام. والله وانشد ليش وانشد ليش اجل دياري حطام ورفع صوته على الزهرة ولاها. ما قال هاي بنت النبي لا ولا هاب ولا هاب اسمع اسمع ويناديها لخل الدار لهاب